اختار الذكاء ولا الجمال؟ انا مش محتاجة الذكاء في حاجة، هختار الجمال عشان يبقى شكلي حلو. ايه ده؟ انا مبقاش شكلي جميل ليه؟ يا ولاد بعد اسبوع في مسابقة جمال، مين يحب يشارك؟ انا عايزة اشارك. بتقول لك عايزة اشارك، بصي وشها عامل ازاي؟ دي عبيطة دي ولا ايه؟ طب انا هشارك، ورهان بقى ان انا هكسبكم كلكم هتشوفوا. ماما في مسابقة في المدرسة، مسابقة جمال، وانا شاركت. ايه ده بجد؟ طب حلو قوي، ان شاء الله هتكسبي. انا خدت حباية الذكاء بس مش راضية تشتغل. انت جميلة اصلا ولسه قدامك وقت، ما تقلقيش. ماشي اخد واحدة تاني؟ لا لا احسن يحصل حاجة واثار جانبية وكده. لا لا مش هاخدها، ناقص يوم على المسابقة، اعمل ايه بس؟ شكلي كده هخسر. يا لهوي، ناقص 5 دقايق على المسابقة. 3 2 1. ايه ده؟ هو انا ما اتغيرتش ليه؟ ماما الحقيني، المسابقة هتبدأ وانا زي ما انا، انا اكيد مش هروح. صدقيني انت جميلة بجد، خليكي واثقة من نفسك بس وهتكسبي. الجمال مش الشكل بس. عندك حق، انا هروح. ايه ده شايفين مين جه؟ ايه ده هي جاية كده ازاي؟ هاي ازيك؟ ايه ده انت جاية تشاركي في المسابقة؟ ايوه هشارك، في مانع؟ هي الحباية ما اشتغلتش ولا ايه؟ مالكش دعوة. كوكي ازيك؟ هاي منا، انت هتشاركي؟ اه ماما قالت لي اشارك وما يهمنيش اي حاجة، المهم ان انا ابقى واثقة من نفسي. مامتك دي ست عظيمة ان هي شجعتك. شكرا يا منا. يا المتسابقة رقم 3، انا هنبدأ دلوقتي مسابقة الذكاء، فليتفضل.